في وسط الانبطاح والخزي والعار اللي جابه لنا السيسي اللي ساكت على عربده اسرائيل وانتهاكاتها لاتفاقيه كامب ديفيد، نلاقي محاولات قذره قذره عشان تلفت الانتباه او تبعد الانتباه عن الفضيحه دي بتصريح لقناه العربيه ونشرها على موقع لسان مسؤول مصري. بيقول ايه بقى؟ يقول لك السنوار يريد صفقه تضمن حياته الشخصيه وعدم اغتياله. انا شوف انا هقول زي ست ام كلثوم، غلبت صالح في روحي عشان ما ترضى عليك. انا قناه العربيه دي بجد والمصحف الشريف يا جماعه، حطوا علم اسرائيل، حطوا نجمة داود واخلصوا، واحنا موافقين تبقى اسمها قناه العربيه. انما تطلع تقول تصريح زي ده، يعني انت مش عارف تداري على الفضيحه والعار فتروح تدور على ناس اللي هي صامده بقالها 10 داخله على 11 شهر خلاص هتقفلها، وموريه جيش العدو الويل في عز الظهر وقتلت منه مئات ويمكن الاف، وتقول على القائد بتاعهم اللي اسرائيل مش عارفه توصل له انه عايز يحافظ على رقبته وبيطلب في المفاوضات انها ما تغتلوش. هو في نشطاء عندهم شويه من رابطه الجيش ردوا على قناه العربيه، لان انا في وجهه نظري الرد الوحيد على قناه العربيه هي البصق عليها. ودي احسن رد واقوى رد ادبي، لان في ردود ثانيه بقى. هي انك تبصق على قناه العربيه وعلى موقع العربيه. لان ده كلام غريب قوي. شوف النشطاء بقى اللي عندهم رابطه جيش قالوا ايه. ردوا عليهم قالوا لهم يعني السنوار خطط ل 7 اكتوبر وطول عمره في السجن وبيخوض حرب من تحت الانفاق ضد اسرائيل وامريكا وبريطانيا والغرب وخايف على حياته؟ ايه العبث ده؟ ده اسمه هري، بطلوا هري وتشويه، جاتكم خيبه. وفي ظل هذا العبث والهري تلاقي بقى الشعوب العربيه فين؟ الفنان عمرو واكد وجه رساله للملايين من الشعوب العربيه اللي ساكتين على الخيانه او خيانه حكامهم لفلسطين. فكتب عمرو واكد يقول يا شعب مصر، يا شعوب العرب، أين رد فعلكم من خيانة حكامكم لفلسطين؟ أين أنتم يا مئات الملايين من البشر؟ مش لازم ثورة يعني، لكن لا يجوز غياب أي شكل من المقاومة أو الاعتراض أو رد فعل حتى لهذا القبح المقيت. تفاصلون في القرش والفلس في شراء حذاء، ولا تفاصلوا بكلمة في الصمت والاستسلام. عزيزي المواطن العربي، هتغلب هتغلب والله العظيم قدام ربنا وهو بيحاسبك على الصمت ده. انا مش شيخ ومليش فيها خالص، بس يعني مؤمن بان في بعث وحساب. هتغلب فعلا، هتغلب تقول ايه؟ طب لو انت ملحد ومش مؤمن بوجود اله اصلا، هتغلب حتى لو ما عندكش ضمير، هتغلب قدام اللي جاي الاجيال الجايه تقول ايه على الصمت والهوان ده؟ مالكش حل. قاوم باي حاجه، قاوم باللي تقدر عليه. ما تقدرش على حاجه خالص، قاوم بقلبك، قاوم بنكته، قاوم برسمه على حيطه في الليل البهيم ترسمها كده تلعن ابو ام الصمت والخذلان ده. قاوم بانك انت تعمل حساب مفبرك تضرب فيه اي اهانه لاي حد لاي نظام عربي. قاوم باي حاجه. معكش فلوس تدفع للناس دي، ما عندكش قدره تتسجن وتتبهدل وبتاع، قاوم بقلبك، قاوم بالرفض، ارفض بقلبك. السودات دليل الوحيد على انك بني ادم. أنا قلت لك من شوية الشعوب الغربية عايشة زي الفل، حلاوة العنب، بيروحوا رحلات ويشربوا ويسكروا وأشياء أخرى، بس في نفس الوقت مش هين عليهم يناموا وفي إخوان ليهم في الجنس البشري بيتعذبوا كده فبيعملوا مظاهرات. على فكرة هم في غنى عن كل ده. أنت لو رحت أوروبا تلاقي الناس عايشة حلاوة، بتروح شغلها وبيرجعوا وعلاقات اجتماعيه وحفلات وسهرات، وفي الويك اند البارات مليانه.
يعني ممكن يشيل دماغه، ممكن ما يشوفش الفيديوهات دي، لكن لسه عندهم شوية إنسانية. فوقوفك جنب أهلنا في غزة هو الدليل الوحيد على أنك بني آدم، ده إذا كنت عايز تبقى بني آدم يعني. في خبر أخيرا يعني، مبروك لاتحاد القبائل العربية أنه عمل مقر ليه في التجمع الخامس. عاد اتحاد القبائل العربية برئاسة رجال الأعمال إلى بؤرة الضوء مرة أخرى، مدفوعا بدعم لجان إلكترونية على موقع إكس، ووضع هاشتاج خبر إعلان الاتحاد عن افتتاح مقر جديد في التجمع الخامس، وبقى ضمن الأعلى تداولا. ما هو عنده لجان برضه. كشف إعلان الافتتاح عن شبكة منظمة من الحسابات الوهمية التي تأسست قبل أقل من شهرين من إعلان تأسيس اتحاد القبائل، وساهمت تلك الحسابات الوهمية في عودة الاتحاد من جديد للسطح بعد أشهر من اختفاء ذكره وخروج تقارير تتحدث عن تجميد نشاطه. اللجان اشتغلت بقى عشان تقولك ان اتحاد القبائل موجود.